السلام عليكم. عاد إلى قريته التي ترعرع فيها أيام الطفولة، ومنها كانت البداية، لكنه كان عاد إليها هذه المرة وقد اشتعل الرأس شيبا ليعيش مكافأة نهاية الإبداع بالسطو والاعتداء على ممتلكاته من قبل متنفذين. عبد الوهاب المقالح، الأديب والمترجم اليمني الذي ارتبط اسمه الأدبي والفكري والإبداعي بأسرة المقالح الحاضرة بأنوار الجمهورية، تعيش المكابدات ذاتها التي تعيشها الجمهورية منذ تعرضت للسلب وللاختطاف. حالة المقالح هي أنموذج من إجمالي الحالة الإبداعية التي تشهد انحسارا غير مسبوق أفرادا ومؤسسات، مرحلة يمكننا وصفها بمرحلة الضرب على عظام الإبداع، حينما يتم استهداف المبدع في حقوقه الخاصة بعد التهميش وسلب حقوقه العامة. ولا حدود للانتهاكات في ظل سطوة السلاح والنافذين، رغم الإسناد الواسع من قبل الرأي العام اليمني للمقالة عبد الوهاب، إلا أن متابعين يرون أن الإسناد الإعلامي وحده لا يكفي، خصوصا إذا ما استمر المترجم والأديب في حالة إضراب مفتوح قد تؤثر على صحته. لم تبدي المؤسسات الثقافية والأدبية حتى اللحظة موقفا ملموسا إزاء ما يتعرض له عميد الترجمة الأدبية في اليمن من انتهاك يعكس القلق الإبداعي الكثير والقلق الاجتماعي الأكثر. باستثناء الإسناد الإعلامي والمبادرات الشبابية التي ينوي بعض منهم زيارة المقالح، يعيش الدكتور كمدني أعزل مضربا عن الطعام حتى هذه اللحظة. إذن مشاهدينا الكرام، ما الذي تبقى للمواطن بشكل عام والمثقف خصوصا في ظل وضع كهذا بلا دولة وبلا قانون؟ وهل يعيش اليمنيون تآكل اللحمة الاجتماعية عندما تصبح القوة هي الحق والحق بلا قوة؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني، نذهب مشاهدينا لمشاهدة هذا التقرير. في هذه السهول الوارفة وفي هذه القرية التي تعرف بقرية المقالح، يعيش الأديب والمترجم اليمني عبد الوهاب المقالح يوما جديدا وجريحا منذ أعلن إضرابه عن الطعام في قريته جراء ما لحق بممتلكاته من سطو واعتداء من قبل متنفذين في ظل الانقلاب الذي أسس لثقافة النهب والاستلاب منذ اجتياح أيلول الأسود. تعرفت الأجيال اليمنية على اسمه في مجموعة من الترجمات الأدبية عن الإنجليزية، مثل الرحلة الداخلية لاشو والرواية التشيلية الأرامل والرواية الصينية الحب الذي أشعل في ليلة صيف، وترجمة الرهينة إلى الإنجليزية التي يتم تدريسها في جامعة صنعاء، وغيرها من التراجم. الأديب والمترجم اليمني عبد الوهاب المقالح يعكس حالة امتهان الإبداع في اليمن عندما يصبح المبدع مجالا للهدر، وهو المدني الأعزل الذي تم البسط على ممتلكاته وحقوقه بينما يذهب للاحتجاج المدني كما فعل المقالح في قريته بسهول إب وسط اليمن. على خلفية إضراب الأديب والمترجم عبد الوهاب المقالح نتيجة الاعتداء والبسط على ممتلكاته، يبدو أن صاحب قصيدة شذر مذر يجسد اللحظة اليمنية الراهنة التي هي الأخرى أصبحت شذر مذر على كافة المستويات، من أكبر مدينة إلى أصغر قرية. بحسب متابعين، من يعرف الأديب والمترجم يعرف جيدا أنه لا يحب الأضواء، وأنه قد يستمر في الإضراب إلى الدرجة التي قد تلحق الأذى بصحته نتيجة جديته ومكابدته الحياتية. وزارة الثقافة لا تبدي دورا ملموسا إزاء ما تتعرض له قامة أدبية بحجم المقالح، فيما يضع اتحاد الأدباء أذنا من طين وأخرى من عجين دونما وقفة احتجاجية تنقل للعالم ما يتعرض له عميد الترجمة الأدبية في اليمن من انتهاك لحقوقه. صوت الاتحاد المكتوم والصامت وأدواره الباهتة خلال هذه الفترة العصيبة ألقت بظلالها على المبدعين ويومياتهم وحياتهم وعلى المؤسسة ذاتها، كما حصل في البسط على مقر اتحاد الكتاب في عدن. فهل غاب صوت المثقف أمام البندقية وهو الصوت الحاضر في قلب الصراعات والتحولات الوطنية، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمسألة الهوية والحرية؟ إذا مشاهدينا الكرام، ينضم معنا بداية عبر الهاتف القاضي علي طاهر المقالح شقيق الأديب عبد الوهاب المقالح من إب. مساء الخير قاضي علي. الأديب عبد الوهاب المقالح من إب، مساء الخير قاضي علي.
قبل أن تجيبني سيادة القاضي، نعم قبل أن تجيبني يعني نود أن نطمئن على صحة الأديب عبد الوهاب المقالح. أتمنى عليك أن تخفض الصوت قليلا حتى تسمعني فقط من الهاتف، اخفض صوت التلفزيون. نعم سيادة القاضي، يعني بداية كيف هي الحالة الصحية للشاعر والمترجم عبد الوهاب المقالح؟ والله إلى الآن هو لا حوالي أسبوع هناك في القرية الذي فيها الأرض الذي تم فيها الاعتداء. نعم. وإحنا بعيدين عنه في صنعاء ولم نعلم إلا من الآخرين. نعم، هل تواصلتم معه إذن؟ يعني اطمأننتم عليه؟ كيف هي حالته؟ في واحد اتصل له وقال انه التلفون حقه مغلق. اذا يعني ما هي خلفيه الحكايه قاضي علي؟ يعني هل ذهبتم للجهات الامنيه والقضائيه للانصاف؟ عفوا، الموضوع موضوع القضيه انه معنا ارض في قريه ذي عادد. نعم. وقبل سنوات اعتدى هذا الشخص على جزء منها في الجهة القبلية وعمر بيت، فعلمنا وصرنا هناك وقلنا له انه هذا في حقنا وكذا، وبيقول انه في معاه مستندات. الحكاية واصل الاعتداء في عمارة البيت، وحاولنا نتواصل مع المحكمة في النادرة. نعم. وما في جدول، فبعد فترة حاول هذا المعتدي أن يأخذ مشروعية بأن يشتري من واحدة من الخوات سرا بدون علمنا، ووصلنا إليه الدكتور عبد الوهاب. نعم. ومنعه وقال له احنا في بيننا محكمة والبيع حقك ما هو صحيح لانه مش محدد ولا قد فيه كذا. فهذاك المعتدي جلس يواعد ويماطل انه عيجي. نعم. ويأخذ فلوسه وينتهي من الارض هذا. نعم. فوجدنا انه هذا مماطلته بعد ما بلغنا الناس، لان احنا بعيدين عن الارض، بلغنا انه قد بدا يحرس ويعتدي على الارض، وبعد فتره يقوم يبذر البذور على اساس يعني على اني حقه وكذا. فعبد الوهاب نزل الى هناك واخبر اهل القريه وقال لهم يمنعه حتى تفتح المحاكم ونصير المحكمه. هو مصر على اعتداء. نعم، إذا يعني سيادة القاضي، هل تتواصلون مع الشاعر؟ كيف هي صحته؟ من منذ متى بدأ الإضراب بالضبط؟ من حوالي 6 أيام. نعم، يعني لماذا لم يعني يعلم أحد؟ يعني ربما هي بدأت وسائل الإعلام اليوم الحديث عن هذا الأمر. كيف هي صحته؟ هل تتواصلون معه؟ ما الذي يعني أنتم تنوون القيام به على الأقل كأسرة للشاعر؟ والله في حالة الظروف هذه ظروف البلاد ما يستطيعش واحد حتى يسافر البلاد، لأنه لا معاشات ولا مواصلات ولا كذا، فإحنا بنسمع الأخبار من الآخرين. نعم، إذا شكرا جزيلا لك القاضي علي طاهر المقالح، شقيق الأديب عبد الوهاب المقالح. يعني نتمنى أن تكون الجهات المعنية قد استمعت لحديثك قاضي علي وتفهمت ما هو الموضوع بالضبط، ويعني يفترض أن يعني أن تكون هناك سرعة لإنهاء الإجراءات. وينضم معنا الآن عبر الهاتف دكتور عصام واصل من ذمار. مساء الخير دكتور عصام. مساء النور.
نعم، استمعت دكتور يعني لحديث أخ الشاعر بأن هناك يعني القضاء لم عجز تماما عن أخذ حق الشاعر، والآن القضاء في إجازة، وعلى ما أتذكر يعني الإجازة ربما تظل شهران يعني بين العيدين، تأخذ إجازة القضاء طويلة، والشاعر أعلن إضرابه منذ 6 أيام، لم يعلم الإعلام إلا اليوم تقريبا. في ظل كل هذه الظروف، كيف يمكن للمثقف أن يعيش في هذه الأوضاع؟ في بداية الأمر كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. والمثقف في ظل هذه الأوضاع لا يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي، ولكنه يجازف في كل الأمور. نتمنى من الجهات المعنية أن تبادر إلى حل هذه المسألة أولا، ثم القضاء سيستمر في العطلة إلى لا نعلم إلى متى، ربما كان اليوم قد بدأ الدوام. نعم. ولكن لا أظنهم سوف يبتون في هذه المسألة على الوقت القريب. إذن يعني في ظل غياب القضاء وجهات رسمية غير مسؤولة وغير مهتمة ربما لما يحدث، فقدنا الاتصال ربما. دكتور عصام، هل ما زلت معنا؟ نعم، فقدنا الاتصال، سنعود للتواصل بك دكتور عصام مرة أخرى. ربما مشاهدينا الكرام، ليست هذه القضية الأولى التي يتعرض لها أحد المثقفين لحالة إحباط من الوضع العام ولحالة ظلم يشعر بها. إضراب الأديب عبد الوهاب القاضي يذكرنا ربما بإحراق الشاعر الرسام عفوا أحد الرسامين التشكيليين لوحاته أمام وزارة الثقافة. يعني هناك أكثر من حدث نتذكره في ظل هذه الأوضاع، ما الذي يمكن إذا كان يعني الشاعر والمثقف والأديب هم جزء من هذا المجتمع، تأثير ما يحدث في البلد ينعكس عليهم ربما مرتين، مرة على الحالة الإنسانية التي يعيشونها، ومرة على الحالة الإبداعية التي ربما انحسرت في الآونة الأخيرة بسبب الظروف السيئة التي تمر بها البلاد. إذن عاد إلينا دكتور عصام. نعم دكتور، كنت تتحدث عن الوضع الذي تمر به البلاد ويعني حالة المثقف في هذه الأوضاع. نعم، المثقف يعيش في مأزق حقيقي، لا يستطيع أن يمارس حقوقه كما يشاء، ولا يستطيع أن يتحدث بحرية مطلقة كفيلة له القانون والدستور، ولا يستطيع أن ينتزع حقه من أحد مهما يكن، لأن وضع البلد ضبابي وغير واضح، ولا يعلم المثقف كالإنسان العادي لمن يشكو وإلى أين يلجأ. فالنافذون كثر، والحرب قد أنتجت بكتيريا كثيرة تقضي على حقوق الناس بشكل شره وبشكل شرس جدا، ولا يعلم حقيقة الأمر إلى أين يتجه. نعم، إذن يعني ما الذي تم عمله حتى الآن دكتور عصام؟ يعني لا ننسى أيضا أن الأديب عبد الوهاب المقالي هو أكاديمي أيضا، هل تم التحرك لأجل من قبل اتحاد الأدباء والكتاب؟ يعني حتى اللحظة ربما لم يصلنا أي بيان حول ما حدث. نعم، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين عاجز ومشلول، إنه كيان عاطل عن العمل وعن الفعل تماما، لا يستطيع أن يحرك ساكن لا نعلم لماذا. قبل أيام تم السطو على مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في عدن. نعم. لم نجد أي بيان من الأمانة العامة ولا من رئاسة الاتحاد على الإطلاق. الآن الأديب عبد الوهاب المقالح يتعرض لعملية سطو على أرضيته، ويعلن الدخول في إضراب عن الأكل، ولا نعلم أين اختفى الاتحاد ولماذا اختفى وكيف اختفى، من هل يتعرض لعملية هو الآخر أم ماذا، لا نعلم. اتحاد الأدباء نحاول أن نتواصل بالأمين العام، نحاول أن نتواصل برئيس الاتحاد، لكن لا نصل إليهم على الإطلاق. نعم. طيب يعني كيف تفسر هذا الشلل والجمود؟ يعني ربما جميعنا يتذكر فعالية الاتحاد في مطلع التسعينات، ولكن للأسف الشديد ربما ليس فقط بسبب الأحداث، لو استخدمت مصطلحك الشلل والجمود أصاب الاتحاد منذ قبل هذه الأحداث بكثير.
نعم، ربما بدأ الاتحاد يذوي نوعا ما منذ مجيء الأمانة العامة الأخيرة، منذ مجيء الهيئة الإدارية الجديدة إلى سدة حكم هذا الكيان النقابي. نعم، بدأت الأمانة العامة تسير في خطى المتسول أحيانا والباحث عن هبات للأدباء أحيانا أخرى، وهذا أمر خطير جعل الاتحاد يبدو أو يسير في طريق لم ترسم له في الأساس أو ليست من مهامه على الإطلاق. تسارعت خطى سقوط هذا الكيان للأسف الشديد، ولكن هذا الكيان انتهى تماما في العام 2011، ثم في مع الأحداث التي تلت هذا الأحداث التي حصلت في العام 2011 لأسباب كثيرة، من أهمها أن من جاء إلى سدة حكم هذا الكيان جاءوا من أروقة القصر الجمهوري وربما من أروقة الأمن عموما، وهو أمر خطير جدا. نعم. جير الاتحاد لأسباب أخرى لم تكن من مهامه، وهذا الأمر نتمنى أن يجد مبررا له أو أن يجد حلا منطقيا له من قبل من يقومون بإدارة هذا الاتحاد. نحن ننتظر إجابات كثيرة عن تساؤلاتنا التي من أهمها أين اختفى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ولماذا اختفى وكيف اختفى، هل نعم. هو مختطف، لماذا لا نجد رد فعلا من قبلهم على ما أو لما يتعرض له الأدباء ومقرات اتحاد الأدباء عموما في المحافظات اليمنية كلها. نعم، إذا ابقى معنا دكتور عصام. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حبيب عبد الرب سروري، الكاتب والروائي من باريس. مساء الخير دكتور حبيب. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور. يعني منذ 6 أيام تقريبا حسب القاضي علي طاهر المقالح والشاعر والأديب عبد الوهاب المقالح مضرب عن الطعام إضراب مفتوح جراء الاعتداء على ممتلكاته من قبل متنفذين، كيف تقرأ الأمر؟ طبعا الموضوع كارثي، كارثي جدا، لأنه يشرح الهاوية اللي تعيشه البلد بشكل عام. نعم. أنت عارفين أنه البلد يعني قبل الانقلاب كانت في فساد بلا قاع، وراه الرئيس علي عبد الله صالح بشكل خاص وعائلته كل وعصابته بشكل عام، اللي بعض منها الان تحولت مع الشرعيه، لكن الفساد تقدر خلال 34 سنه. طبعا قبل الانقلاب وبعدها يمد الموضوع او يحول القرصنه الى وسيله يوميه. فما يعاني من الأخ عبد الوهاب جزء ما يعانيه شعب كامل، يعني من قرصنة، من نهب، من استغلال كامل، ومن حرب تدميرية كبيرة. نعم. أنا أرى واقعه مثل واقع كل الشعب اليمني والمثقفين، ضحية لعصابات حولت البلد إلى فوضى. نعم. إلى مافيا، إلى خراب كلي. إذا يعني هل نحن أمام ظاهرة؟ نعم تفضل. يعني ممكن بعد نتكلم حول دور المثقفين والآخرين، إنما واصي بسؤالك عفوا. نعم، يعني هل نعد أمام ظاهرة تستهدف المبدع اليمني وصلت إلى مرحلة حساسة من السطو على ممتلكاته، ويعني لا أحد يستطيع أن يقدم له أي حل، والأنكى أن لا أحد يعلم، يعني منذ 6 أيام لا أحد يعلم بأن الأديب مضرب عن الطعام؟ طبعا ليس غريبا ان نوصل لهذه الحد، البلد في حرب كامله، عصابات تحكمها. انا مش مستغرب اطلاقا من ما حصل له، هو جزء من خراب يومي كامل جدا. نعم. وقبل شويه سمعت الصديق العزيز عصام واصل يتكلم عن دور الاتحاد، اتحاد الادباء كمان يعيش نفس الخراب اللي تعيشه البلد. نعم. البلد في حرب لا ننسى، و يعني جزء كبير من المثقفين مهمشين ويعانون نفس اللي يعانيه الاخ عبد الوهاب من سطو ومن تهميش، وهذا هدفه اصلا بشكل خاص تحويل ابعاد المثقف للمساهمه، ولي البلد طبعا بدون رواتب، الناس تعيش مقاعه وتعيش حروب، امراض خطيره جدا. فبالتاكيد يعني
هناك من يريد أن المثقف يزداد بعده ورفضه لهذه الحالة لعدم المساهمة في التغيير، لعدم المساهمة في تحويل الأحداث بشكل آخر. نعم، إذن برأيك دكتور يعني ما هو مصير المثقف والأديب والشاعر والفنان يعني في ظل كل هذه الأوضاع، وهو الشخص الذي يعول عليه يعني تشكيل ربما وجدان الإنسان اليمني؟ هو سؤال مهم جدا، يعني هذا سؤال مهم جدا. صح أنه مثقف في اليمن اللي عايش في الداخل بشكل خاص يعاني الأمرين من حرب وزي ما قلنا ومن كل الكارثة الموجودة، لكن ما يزعجنا بشكل خاص شخصيا أنه الكثير من المثقفين خاصة الموجودين في الخارج لا يلعبوا دورهم بشكل كما يلزم. لو لاحظتي أنه كل المحللين السياسيين الأنثروبولوجيين الفلاسفة لوضع الربيع العربي لاحظوا أنه من أهم السلبيات اللي برزت أنه عدم وجود مثقفين مستقلين. نحن نعيش يعني صراعات كبيرة بين إيران بداية الخراب اللي ورغبتها الإمبريالية، السعودية كبلد متحجر سلفي، صراع بين هذه القوتين الكبيرتين. يفترض من المثقف أن يكون منفصل ومستقل عن هذه القوى بشكل كلي، وهذا غير موجود. الربيع العربي لم يخلق ثوريين مستقلين. لو تلاحظي مثلي معظمهم يا منطوي تحت لواء إيران بشكل مجنون، أو منطوي تحت لواء السعودية بشكل مجنون. بعضهم تحول يعني يسوب 24 ساعة الإمارات، بعضهم يسوب قطر 24 ساعة وينادي بإغلاق الجزيرة. الجميع صاروا إماعات وتابعين لأنظمة، بينما المطلوب في أي ثورة وفي أي تغيير لا يمكن يوجد بدون قوى مستقلة، والمثقف دوره كبير جدا في هذا الجانب. صح أنه معذور إلى حد ما بسبب بدون الرواتب، الناس تعيش يعني قلق يومي، لكن لا يعذر هذا بشكل كامل القوى الغير مستقلة والتي تعيش كل وقتها إما مع هذا النظام أو مع ذاك. نعم، إذن دكتور حبيب يعني يبدو أن هناك طائر خراب أكبر من الذي تحدثت عنه ذات يوم في روايتك قد حل على البلد. شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور حبيب عبد الرب سروري الكاتب والروائي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. ودعني أنقل الفكرة الأخيرة التي تحدثت عنها للدكتور عصام. دكتور يعني تحدث دكتور حبيب عن أن اليمن تعيش ربما ثقافة مؤدلجة للأسف، لا يستطيع يعني أحد أن ينتصر للمثقف الحر الذي لا يتبع أحد إلا وكان يعني ربما مثقفين مؤدلجين تحت يعني حزب معين أو تحت فكرة معينة. يعني نحن نتحدث عن نخبة المجتمع تترك وحيدة بهذا الشكل، ما رأيك؟ نعم، في ظل وضع كهذا لا يستطيع الأديب الحر الأديب الشريف أن يعيش على الإطلاق. يستطيع أن يعيش فقط الأديب المنبطح، الأديب أو المبدع والفنان الذي ينضوي تحت جناح هذا الحزب أو ذلك الكيان أو تلك الطائفة، لأن هذا هو ما يريده هؤلاء. الأديب المدني الذي لا يستطيع أن يركع على الإطلاق لن يعيش على الإطلاق، وسوف يغيب في السجون، سوف يلاحق، ربما سوف تطاله آلة القمع، لن يستطيع أن يستمر في حياته كما خلق لذلك. الأديب عبد الوهاب المقالح لا أظنه سوف ينتصر وسوف يسترد حقه بسهولة، لأنه مدني وسوف يواجه كل شيء بقميصه الأبيض وبقلمه، ولذلك لن تستجيب الجهات المعنية على الإطلاق له، لا سيما في ظل وضع كهذا، إلا في حال ضغط الأدباء بشكل مكثف على هذه الجهة أو تلك الجهة من أجل أن يسترد هذا الأديب الكبير حقه ومستحقاته كاملة من الذين قاموا بالسطو على أرضيته وعلى حقوقه التي تم الاعتداء عليها.
نعم، إذن يعني ما الذي يمكن أن يقدمه الأدباء اليمنيين الأحرار الذين لا يتبعون أي توجه أن يقدموه لي يعني زميلهم في الأدب وربما للكثير هو يعد أستاذهم؟ كيف يمكن أن يعني يخلق حراك معين لإخراج يعني الحالة التي يعيشها المثقف أو الأديب عبد الوهاب المقالح من الوضع الذي هو فيه؟ كان الزميل الأديب هشام محمد قد بادر بدعوة الأدباء إلى الاجتماع معا والتحرك إلى قرية هذا الشاعر والالتقاء بالجهات المعنية والتضامن مع هذا الرجل بكل ما أوتي الأديب من قوة ومن ضعف أيضا. نريد أو ندعو الأدباء والمثقفين عموما أن يبادروا بتلبية هذه الدعوة وأن نحدد يوما معينا ونذهب إلى الجهات المعنية في النادرة وأن نوصل أصواتنا إلى من سوف يستمع أو أطالب بأن نقف إلى جوار هذا الرجل الذي أضرب عن الطعام ونضرب عن الطعام جميعا إلى أن ترضخ الجهات المعنية وتقدم لنا حلا وتقوم بإعادة حق هذا الرجل باعتباره رمزا للإنسان اليمني المقهور الذي تصادر حقوقه كل يوم، باعتباره قامة أدبية تحظى باحترام خارج البلد هذا. ولا أظن أحدا سوف يسمع إلى هذا الكلام في خارج اليمن ولا يتألم، لأن الأديب عبد الوهاب المقالح مشهور خارج اليمن أكثر من شهرته في داخل هذا البلد. نعم، إذن دكتور يعني لو عدنا لموضوع الاتحاد، يعني هل يمكن أن تشكلوا ضغط على الاتحاد لكي يعني ربما تقومون بعملية إنعاش للوضع الذي هو فيه؟ وربما يعني مرورا، هل تعد أنت أحد أعضاء الاتحاد؟ للأسف الشديد الاتحاد في حالة موت سريري، لست عضوا في هذا الكيان، قدمت ملفا منذ 2007 ورفض الطلب لأسباب نجهلها، كما رفضت المئات من طلبات الأدباء الشباب لأسباب كثيرة من أهمها أن ثمة أراضي قدمت الأمانة العامة باستخراجها وتريد أن تتقاسمها مع من يقفون في خلف الكواليس مع هذا الكيان، بالإضافة إلى أن الأمانة العامة تنظر إلى مسألة الانتخابات القادمة ولا تريد أن تستقطب أعضاء جدد، لأن هؤلاء الأعضاء ربما يقفون إلى جوار ذلك الشخص أو ذلك المرشح وهم يريدون أن يربحوا هذه الانتخابات القادمة، وقد أشبعوا بطون الأدباء والذين ينتمون إلى هذا الكيان للأسف الشديد بهبات ضئيلة للأسف، ولا أريد أن أتحدث في هذه النقطة كثيرا. نعم، إذا يعني يتضح من حديثك أن هناك هوك شديدة بين الأدباء الشباب وبين الاتحاد وربما لا يعول عليه حقيقة. شكرا جزيلا لك دكتور عصام واصل، أكاديمي والأديب، كنت معنا عبر الهاتف من ذمار. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم معنا عبر الهاتف من المغرب دكتور أحمد الفلاحي عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور. دكتور، تابعت بالتأكيد يعني الإضراب الذي أعلنه الدكتور عبد الوهاب المقالح نتيجة سطو متنفذين على أرض له، ما هو رأيك؟ أولا أتضامن مع الدكتور عبد الوهاب المقالح ونشجب كل فعل يمس أي مواطن يمني، ناهيك أن يكون مثقف وأكاديمي مثل عبد الوهاب المقالح. وعلى اتحاد الأدباء في الإعلان القيام بدوره الحقيقي، والذي كان دوما هذا الاتحاد سباق أيام ما كان مؤسسة مستقلة تربو بنفسها عن أي مهاترات،
والابتزاز السياسي. نعم. كان هذا الاتحاد نفخر به، نفخر بالانتماء إليه. الآن الاتحاد بدأ يعطل فعاليته الحقيقية. الاتحاد أصبح لا يقف، لا يقوم بالدور المنوط به بالدفاع عن أعضائه. يجب أن يقف بكل ما أوتي من قوة بجانب الأعضاء والدفاع عن حقوقهم، وإلا إذا لم يقم بهذا الدور عليه أن يتنحى من هذه الصفة المؤسساتية اللي هي مؤسسات مجتمع مدني مستقل، لأن أصبح الاتحاد الآن مؤسسة لا نجد منها سوى بعض البيانات وما كفى يعني. نعم، إذن يعني لو تحدثنا عن الاتحاد الذي كان ربما له دوره وإسهاماته في أي قضية وطنية خاصة في عهد التسعينات، عهد الجاوي، ما أسباب الانتكاسة التي مني بها برأيك؟ الاتحاد مؤسسة ما زلنا نفخر بها إلى الآن، لكن يشوبها بعض الأشياء اللي جمعت المصالح الذين تخللوا هذه المؤسسة بعد أن فكرة الاستقطاب التي درجت فيه من ضمن هذا الكيان، كل واحد يريد تكتلات سياسية لأطماع ومصالح ناهيك عن بعض الابتزازات السياسية التي كان يتعرضها الاتحاد أيام النظام والآن أيام الميليشيات. نعم. يجب على الاتحاد استعادة الدور الحقيقي، لأن الاتحاد أول ما بدأ كمؤسسة كانت أخذت على عاتقها هم توحيد هذا الإنسان قبل أن نتوحد سياسيا يعني. نعم، إذا نبقى معنا دكتور أحمد، ينضم أيضا معنا عبر الهاتف الشاعر وضاح اليمن عبد القادر، وهو عضو اتحاد الأدباء فرع تعز من الرياض. مساء الخير أستاذ وضاح. مساء النور، وأهلا وسهلا بكم أختي آسيا. اهلا بك. لو تابعتنا استاذ وضاح، يعني تحدثنا عن موضوع الاتحاد ودوره، ربما تحدث الدكتور عصام حول ان الاتحاد خرج عن مساره الذي يفترض به منذ 2011، المسار الذي يعني يفترض ان يعول عليه في مثل هكذا مواقف واحداث، وهو الان يعيش موتا سريريا حد وصفه، ما رايك؟ نعم أختي آسيا، لو تابعنا مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه في فترة السبعينيات، الاتحاد أخذ على عاتقه في أن يكون أول مؤسسة وحدوية في الشمال في الجنوب، استطاعت أن تجمع أعضاء الاتحاد في الشطرين وأن يمثلوا الهم الوطني وأيضا يمثلوا البؤرة الحقيقية والنواة الحقيقية أيضا نحو وحدة الإنسان اليمني. اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين كان قد لعب دورا كبيرا أيضا كما قلنا في فترة، أو كما تحدث الزملاء، في فترة التسعينيات، ولكن لم يقوم بالدور المنوط به في عام 2011 في أثناء ثورة الربيع العربي. لو تابعنا ثورة الربيع العربي في كل من الدول التي حدثت فيها، مثلا في تونس أو في مصر، كلها ارتكنت إلى حالة ثقافية كان فيها الأدباء والكتاب في تلك الدول دورا رياديا. كانت أيضا الاتحادات الأدباء والكتاب أيضا هي الحامل الحقيقي للتغيير، وهي الحالة الثقافية التي ارتكن إليها في ثورة الربيع العربي، بينما غيب اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 2011 ولم يكن حضور أعضائه ضمن ثورة الربيع العربي أو ثورة 11 من فبراير سوى بأشخاصهم أو بكونهم أفراد فقط لا غير، لكن الاتحاد كمؤسسة غاب دورها الحقيقي في حمل التغيير الحقيقي، وهي التي المؤسسة التي منذ فترة السبعينيات عملت كما قال الأستاذ صديقي الدكتور أحمد الفلاحي على توحيد الإنسان اليمني قبل أن يتوحد الإنسان اليمني سياسيا، ولكن توحد أيضا توحد ثقافيا وتوحد جماهيريا وارتبط بالأرض وبالتراب. نعم، إذن ما هو تعليقك على ما حدث للدكتور عبد الوهاب وما تعرض من يعني أخذ أرضية له أو يعني حقوق من قبل المتنفذين؟ الدكتور عبد الوهاب هي حالة من ضمن عشرات إن لم تكن مئات الحالات التي تعرض لها معظم الأدباء والكتاب اليمنيين الذين اليوم أصبحوا أيضا إما تحت سلطة القهر أو السلطة الفعلية في المناطق التي لم تحرر حتى اللحظة، في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإما أيضا منفيين إجباريا أيضا أو مطاردين أو معتقلين في سجون الميليشيا. لذلك الدكتور ما تعرض له الدكتور عبد الوهاب هو نقطة من بحر ما يتعرض له الأديب والكاتب
اليمني أيضا اليوم الذي أصبح مصادر صوته، سواء كان عبر وسائل الإعلام التي صادرتها هذه الميليشيات الحوثية أو عبر غيابه الإجباري في المنفى. اليوم كثير من الأدباء متواجدون في دول الخليج، أو متواجدين أيضا في مصر، متواجدين أيضا في المغرب، متواجدين أيضا في فرنسا، منهم أيضا من قدم حق اللجوء أيضا في عدد من الدول الأوروبية. ما تعرض له الدكتور نوتين، ما تعرض له الدكتور عبد الوهاب المقالح، وهو القامة الإبداعية المعروفة، هذا الرجل الذي قدم الكثير من الترجمات، أو من ترجمة الأدب اليمني أو ترجمة من الأدب الأجنبي إلى أيضا إلى الأدب العربي، هو قام نعتز بها ونوتين هذا مثل هذا الفعل. وأيضا ليس ما تعرض له الدكتور عبد الوهاب، ولكن كل ما تعرض له الأدباء اليمنيين في ظل سلطة القهر والاحتلال الحوثية، وأيضا من قبل ميليشيات المخلوع. نعم، إذا أعود لك دكتور أحمد، يعني كونكم أعضاء في الاتحاد، هل يعني ستقومون بأي خطوة لأجل الأديب المقالح؟ هل تواصلتم مع قيادة الاتحاد للضغط عليهم لعمل أي خطوة يمكن اتخاذها؟ مع الاتحاد، نحن خاصة لا نمكث في اليمن، مشكلة التواصل مع الاتحاد لا عبر موقع، يعني حتى موقع الاتحاد الموقع الرسمي كصفحة لم تعد موجودة الاتحاد. يعني تخيلي أن اتحاد أدباء وكتاب بهامته الكبيرة لا يستطيع أن يفتح صفحته على الانترنت، يعني اللي ما يعادل 10 إلى 15 دولار في السنة. تلك كارثة. نحن نتواصل بيننا البين كأصدقاء المتواصلين سواء على الفيسبوك بالواتساب، وفي الحقيقة ما يجب أن نفعله تماما هو أن نكتب، هذا الذي نستطيع أن نفعله. لكن على المؤسسات أو على كل من بيده القرار اتخاذ مواقف جريئة، سواء كانت الدولة النظامية، الدولة الشرعية، أو أولئك المرتزقة الذين يعوثون في الأرض فسادا، يجب أن يحترموا أنفسهم في أقل حاجة، أن لا يضعوا أنفسهم في مجال سخرية أكثر من اللازم. يحترمون القامات، يحترمون الأدباء، يحترمون كل مواطن يمني. لسنا نحن هنا مجرد كائنات حيوانية نساق كالقطيع. نعم، إذن دكتور، يعني في بلد تضيع فيه الدولة ومؤسساتها بهذا الشكل، وزارة الثقافة هي جزء من هذه المنظومة المشلولة ربما، هل تواصلتم مع وزير الثقافة؟ هل يعني تتوقعون أن تقوم الوزارة بأي خطوة تجاه ما يحدث؟ وعلى كل إنسان يمتلك سلطة القرار أو يمتلك التأثير فيها أن يحترم نفسه ويقدم شيء لهذه البلد، سواء كان لرفع الظلم أو الحيف عن أي مواطن يمني أو عن زميلنا الدكتور المقالح. المفروض في وزارة الثقافة أن تمسك دورها المنوط بها، المفروض في الاتحاد أن يحرك القضية تحريك على مستوى رأي عام كامل. هكذا تبدأ يعني أقل حاجة الناس يفتحوا على أنفسهم ويبذلون مجهود في حل بعض النزاعات. نعم، الإشكالية نعم مشكلة قضاءنا، لا يوجد لدينا قضاء مستقل. نعم، هذا في السابق، أما الآن فلا توجد مؤسسات دولة بالمرة دكتور أحمد، وهذه هي الكارثة. يعني تحدث معنا دكتور عصام أنهم لم يستطيعوا الوصول لأي شخص من الاتحاد، لم يجيبوا على هواتفهم، لم يستطيعوا التواصل بهم، هؤلاء منهم في الداخل. ومشكلة مؤسسة الاتحاد كرئاسة الاتحاد الآن تلهت وراء مصالح معينة، وبدون أن نذكر أسماء، سين من الناس يلهث حتى من أجل مناصب يعني. وهذا ماذا تتوقعين أن يقومون بدور؟ هل يقومون بدور وهما جماعة مصالح؟ مستحيل. نعم، يعني نحن نتحدث عن أعلى نخبة ربما، يعني الأكاديميين والأدباء والمثقفين هم صانعو التحولات الكبيرة في البلد. يعني إذا لم يكونوا استطاعوا أن يفتحوا صفحة إلكترونية كما تفضلت، يعني ما الذي يمكن أن نعول عليهم إذن؟ لا تعويل على شيء، طالما أن البلاد تخضع إلى مرحلة تجويع بهذا، الناس لا يقبضون رواتب، الناس يلهثون وراء لقمة العيش، وبالتالي إيش أيضا تمارس ضدهم بعض الهمجية والعنجهية، بالكاد يستطيعون التنفس الآن.
من يقول في حالة الآن يقول يلا نفسي، كل الناس تقول يلا نفسي، جعلوا الناس فقط أكثر ما تفعل به الدعاء. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الفلاحي عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. عودة أخيرة لك أستاذ وضاح، برأيك ما الذي ينبغي على الحركة الأدبية في اليمن أن تقوم به لأجل الشاعر والأديب عبد الوهاب المقالح ولأجل أنفسهم، يعني حتى يعني يعيدوا الحياة لهذا الكيان؟ والله أختي آسيا، المطلوب في المرحلة القادمة من قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين نعول دورا كبيرا على الدكتور مبارك سالمين برئاسته الآن للاتحاد وأيضا تواجده في العاصمة المؤقتة عدن، أن تبدأ مرحلة إنعاش دور الاتحاد من جديد، سواء من خلال إعادة تشكيل لجان مؤقتة في المحافظات، أيضا تفعيل دور العاصمة أيضا أو مقر الاتحاد في العاصمة عدن ليكون أيضا أمانة عامة للاتحاد، ومن ثم إذا تم إعلان لجان مؤقتة في بعض المحافظات سيؤدي إلى تحريك الفعل الثقافي. نحن مرحلة الآن الحرب أو مرحلة أيضا ما بعد الحرب بحاجة إلى فعل ثقافي، لا يمكن أن نراهن في مرحلة البناء أو مرحلة ما بعد الحرب وهي المرحلة المهمة إلا على اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، هذه المؤسسة التي يجب أن تأخذ دورها وأيضا يجب إنعاش هذه المؤسسة لتقوم بالدور أيضا الكبير في مرحلة ما بعد الحرب. نحتاج إلى ثورة ثقافية، ثورة في الوعي، ثورة من أجل أن تواكب مرحلة التطورات ومرحلة ما بعد الحرب. بعد كل هذا الشرخ الاجتماعي الذي عملته هذه الميليشيات الانقلابية، لا يمكن أن نعول مرحلة ما بعد الحرب على الرصاصة أو على البندقية، فقط ما نعول عليه هو حالة ثقافية حقيقية أيضا تستطيع أن تلم هذا الشتات، أن تعيد الهوية الوطنية اعتبارها. نعم، إذا يعني برأيك ما هو دور وزارة الثقافة أيضا في مثل ما يحدث، وما الذي قدمه الوزير حتى الآن؟ الدور وزارة الثقافة حتى اللحظة ليس لها أي دور حقيقي وفعلي، لكن كما قلنا المرحلة هي مرحلة حرب، لكن يجب على وزارة الثقافة أيضا في من خلال تواجدها في العاصمة عدن أن تبدأ بتحريك المياه الراكدة، إعادة الاعتبار لبعض الفعاليات الفنية. لنلاحظ مثلا أن هناك في مدينة تعز الآن رغم الحرب هناك بعض من الحراك الثقافي، هناك فعاليات، هناك من يرسمون في الشارع، هناك من يحاولون أيضا إقامة بعض الفعاليات. أيضا في العاصمة عدن بدأت مثل هذا الحراك أيضا الشعبي بعض الفعاليات الشبابية، بعض مسرح الشارع. فلذلك على وزارة الثقافة أن توجد استراتيجية حقيقية للفترة القادمة من أجل إيجاد فعل ثقافي ويكون الانطلاق من العاصمة عدن والمناطق المحررة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ وضاح اليمن عبد القادر الشاعر وعضو اتحاد الأدباء فرع تعز، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.